أكثر من ربع قرن العطاء بطولات وألقاب محلية وعربية وآسيوية، ترافقت مع مسيرة مضيئة أشعلت المنافسة على الألقاب مع الغريم التقليدي الحكمي ببداية العهد الحديث لكرة السلة اللبنانية، وصولا إلى سيطرة شبه كاملة على الألقاب. أود أن أقول أنه آن الأوان لي بعد ربع قرن ويزيد من العمل الرياضي أن أتنحى وأن أترك الساحة للشباب الجدد ولسواي لمتابعة مسيرة هذا النادي العريق. إني أترك هذه الأمانة الكبرى للغيارة على النادي الرياضي، وهي مسؤولية كل بيروت التي رفع النادي الرياضي أعلامها عالية لبنانيا وعربيا ودوليا. أكثر من ربع قرن من العطاء، هي الكلمة اللي بيعشقها هشام جارودي ابن بيروت، أعطى بمحبة فوجد المحبين الكتار. نحن عم نكرم شخصية قدمت كتير لكرة السلة اللبنانية، كان على رأس نادي من أعرق الأندية اللبنانية اللي مثل لبنان وشرف لبنان داخليا وخارجيا عربيا ودوليا. هو عنوان الصدق، بحب من قلبه، بيعطي ملاحظات بس مش خصومة، من قلبه بياخد وبيعطي. الزلمة أنا بعتبره قلعة رياضية، حنضل نذكره والتاريخ كله حيذكره بعطاءاته الكبيرة وإنجازاته المهمة. فعلا نادي الرياضي خلال عهده قدم إنجازات كبيرة جدا، مش بس للرياضة بس للبنان ككل. على الصعيد الشخصي رح نفتقد له كتير بالرياضة بالباسكت، لأنه بالنسبة لنا كان هو المدرسة، هو التاريخ، هو كل شيء. يعني علمنا كثير اشياء، خاصه انه الرياضه هي المهمه، بعدنا عن الطائفيه، بتعرف كان كثير منافسه، وهو كان عنده علاقه كثير قويه مع راحل اريشا الهوب، ونحن من هالمنطلق كانت علاقتنا كثير قريبه منه. هشام الجارودي اخ كبير، وهشام الجارودي مدرسه، مثل ما قال الرئيس تمام سلام، مدرسة بالتجارة، مدرسة بالعطاء، مدرسة بالأمور الإنسانية، كاريزما كتير كبيرة، ليدرشيب ذكية جدا. بيروت ما نسيت هشام جارودي، المدينة اللي ولد فيها وأعطاها كتير، حطته بين عظماء هالمدينة ليكون من بين الأشخاص اللي تم وضع نصب تذكاري باسمهم، وبالتأكيد المكان الأنسب لرئيس النادي الرياضي هو الساحة المقابلة للنادي اللي رفع له هشام جارودي اسمه بالعالي. بتحب أنه تكرم يلي أعطوا بيروت وأعطوا هالبلد هذا من نفسهم ومن جهدهم ومن حياتهم. أستاذ هشام أعطى بيروت من خلال نادي الرياض ومن خلال غير أشياء كمان، قدم كتير لبيروت. بدي أشكر رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني اللي فعلا قدر يفكر رياضيا وبيروتيا، وقدر يعطينا هالساحة لتكون باسمي صحيح، ولكن هي ملاصقة للنادي الرياضي وستبقى هي وقلبي ملاصق للنادي الرياضي. هشام جارودي هو مش بس رئيس نادي رياضي، هو الإنسان المثقف الناشط بالمجتمع المدني وصاحب أيادي بيضاء، فكان رد الجميل بتسمية عدة أماكن باسمه من بعد ما ساهم بتنشيطه، من طابق هشام جارودي بمستشفى المقاصد وقاعة هشام جارودي بمستشفى الحريري للتمريض إلى ردهة هشام جارودي بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية وغيرها. جمهور النادي الرياضي مش رح ينسى أبو تمام اللي كان دايما همه الأول والأخير أنه يرسم البسمة على وجوههم. وبالختام كاميرا دانك، ومثل ما واكبت الرئيس التاريخي للنادي الرياضي على مدى سنوات طويلة، كانت عم بتزور منزل جارودي بعد الاستقالة التاريخية أيضا. أولا بدي أقول لك شيء بصدق، أنه أنا وقت اللي خلص مؤتمر الصحفي وجه الشباب يبوسوني دمعة عيني. قضاء الله ما حدا بيقدر يتابع كل الدنيا وكل الأيام برئاسته، كل رئيس له مكان بده يسلم غيره. يعني كنا تعلمنا، وكتب الله يرحمه دولة الرئيس رفيق الحريري عباب السراي، لو دامت لسواي ما قالت إلي. ما في شيء بيدوم لشخص واحد، بده يتنقل. أنا خدمت ربع قرن بزيادة.